في عندي معادلتين راح اخذهم للستيدي ستيت كونديشنز. خلينا نطلع على شو يعني ستيدي ستيت كونديشنز. يعني السيستم صار في تغير، صار في ديستربنس او انبوت، هذا الديستربنس او الانبوت صار له فتره طويله بعد ما صار، فسمحت للسيستم يعمل سيتلينج داون. هيد السيستم لما هيد السيستم وعمل سيتلينج داون، اذا راح افترض انه ات ستيدي ستيت كونديشنز ايش راح يكون تي كونستانت وتي اي هي التمبريتشر تبعت الاليمنت كمان كونستانت. عندي كيو اصلا كونستانت ما راح اغيره، خلاص راح اثبت كيو اوف تي، فانا ثبتت كيو اوف تي وبطلت اغير تي انبوت. يعني لو جيت اطلعت على هذا السيستم ات ستيدي ستيت كونديشنز بلاحظ انه هذا السيستم ما فيش شيء فيه عماله بيتغير، الظروف تبعته كونستانت كلها، عم بدخل له دبليو وبيطلع منه دبليو، درجه الحراره تي ان ومش عم تتغير، درجه الحراره تبعت الفلويد هذا تي ومش عم تتغير، درجه حراره الاليمنت هذا تي اي ومش عم تتغير، وعم بدخل عندي هون عم هاي درجه حراره تي وعم بيطلع هون الفلويد دبليو ات تي كونستانت تي، كله ستيدي ستيت كونديشنز ما في اي تغير في الفاريبلز. هاي ستيدي ستيت كونديشنز بامكان يحلها من فروم فيرست برينسيبلز. اوكي الكل فاهم شو يعني ستيدي ستيت كونديشنز؟ وصلنا ل يعني يعني كاني عمالي بقول انه كابيتال تي اوف انفينيتي وتي اي اوف انفينيتي ايش خلص هذوك كلهم هذوك كونستانت ما فيش تغير فيهم، فوصلنا هون الانفينيتي ستيدي ستيت كونديشنز. عند هاي النقطه ما في تغير في الفاريبلز، كل شيء ستيدي ستيت. ات ستيدي ستيت كونديشنز سهل اني اكتب المعادلات. يعني بحاله ستيدي ستيت كونديشنز شو الحراره اللي عمالها بتدخل على هذا التانك من هون؟ ايش عم بيجي حراره؟ المصدر الوحيد اللي هو كيو، مش هيك؟ بعد تي اي، يعني انا عم بفترض خلص كل شيء ستيدي ستيت، يعني في كل ثانيه او في كل دقيقه في كميه من الحراره بتدخل من الخارج لتي اي. والحراره هاي ات ستيدي ستيت كونديشنز، اذا ما بدها تتغير تي اي معناها الحراره اللي بتجيها لازم تكون مساويه للحراره اللي بتطلع منها، اذا جيت الجسم هذا درجه حرارته ثابته. شو بستنتج؟ هاي هذا الجسم له ام وعماله بدخل له كميه معينه من الحراره بس درجه حرارته كونستانت، اذا لازم نفس الحراره هاي تطلع. اذا ات ستيدي ستيت كونديشنز ما دام درجه حراره هذا الجسم كونستانت، كل كميه الحراره ان جولز بير سكند او واتس او واتس اللي عم تدخل له هي نفسها تطلع منه ات ستيدي ستيت كونديشنز. لو انها مش ستيدي ستيت شو بصير؟ بصير في اختلاف بين هاي القيمه وهاي القيمه، والاختلاف شو بسبب؟ تغير في درجه حراره الجسم. اوكي ماشي واضح. زي لو عندي تانك وجيت قلت التانك هذا الفوليوم تبعه كونستانت عماله بدخل له دبليو ولازم يطلع منه دبليو، مش هيك؟ اذا بده يكون هذا الفوليوم كونستانت معناها كل كميه الفلويد ان كيلو جرامز بير مينيت او كيلو جرامز بير سكند اللي عم تدخل لازم تطلع، والا اذا ما تساوت دبليو 1 مع دبليو 2 او دبليو ان مع دبليو اوت ايش راح يبدا يصير بالفوليوم اللي هون او الماس؟ راح تتغير تزيد او تنقص، اذا كانت هذه اكثر من هاي راح تزيد واذا كانت هاي اقل من هاي راح تنقص. الكل فهم شو فكره ستيدي ستيت كونديشنز؟ فمن ستيدي ستيت كونديشنز انا بقدر اطلع ستيدي ستيت موديل ايكويشنز تنتين، بقدر اطلع تو ايكويشنز يوصفوا لي الوضع اللي موجود هون ات ستيدي ستيت كونديشنز. رح نستعمل البار فوق السيمبل حتى تو دينوت ايش؟ بار اباف سيمبل دينوتس ستيدي ستيت كونديشن. اكزامبل مثلا تي بار هي ستيدي ستيت كونديشن تبعت الفلويد ات ستيدي ستيت كونديشنز، تي اي بار هي ستيدي ستيت كونديشنز تبعت هاي اللي هي اذا بدك تفكر فيها بتقدر تقول انه هاي بتساوي ستيدي ستيت كونديشنز، بطل في تغير، اوكي؟ نطلع الان على البالانس تبع درجه حراره هذا الفلويد، اذا جيت قلت هذا الفلويد درجه حرارته كونستانت معناها كل الحراره اللي بتدخل له مساويه للحراره اللي عم بخسرها. الحراره اللي بتدخلها من وين جاي؟ جاي من مكانين، ايش هم؟ عم بيجي من هون مزبوط، عم بيجي حراره من هون. هلا لاحظوا الحراره اللي بتيجي من هون هي كيو اوف تي. طب رح تقول لي كيف كيو اوف تي؟ هي كيو اوف تي بتروح بالهيتنج اليمنت، بس ما هو تي اي كمان ات ستيدي ستيت كونديشنز. ايش تي اي؟ درجه حراره الاليمنت. الاليمنت ايش بيجي؟ بيجي كيو اوف تي، واذا درجه حرارته بدها تضلها كمان هي كونستنت، اذا ايش لازم يخسر؟ كمان كيو اوف تي. فالاليمنت بيجي كيو اوف تي اللي هي ان جولز بير سكند او واتس، وبيخسر كيو اوف تي. اذا كيو اوف تي كمان هي الحراره اللي عمالها بتدخل على هذا الليكويد. اذا هذا الليكويد شو عم بيجي؟ عم بيجي كيو اوف تي. ايش بيجي كمان حراره من وين؟ من تي اي. بيجي من هاي، مش هيك؟ بده يجي تي اي في دبليو، مضبوط؟ مش تي اي في تي اي في دبليو لما بدي اروح اظن في سي، تي اي في دبليو في سي
تعطيني كميه الحراره اللي عم بيوصلها توصل من هذا الليكويد. فتي اي هي تي اي ماينس ريفرنس، بس احنا بنفرض انها تي اي لانه اطرحها بالتنين من بعض. اذا بيجي هدول وايش بخسر؟ بخسر دبليو كيو. اذا عندي اللي عم بيجي كيو، هلا هون راح احطها كيو بار يعني ستيدي ستيت كونديشنز من هون، هلا زائد عماله بيجي تي اي كانها ماينس تي ريفرنس، تي اي ماينس تي ريفرنس في دبليو في سي. مضبوط، نتاكد دايمنشنالي هاي صحيحه. هذه راح تكون جولز بير كيلوغرام بير كلفن، لما بضربها بكلفن بضل جولز بير كيلوغرام، لما بضربها بكيلوغرام بير مينت بتعطيني جولز بير مينت، جولز بير مينت، وهذه جولز بير مينت. هذه تساوي الان تي نفس الشيء تي ماينس تي ريفرنس في دبليو في سي. تي ريفرنس في دبليو سي بقدر اشطبها مع تي ريفرنس في دبليو في سي، فبصير عندي الان، وهاي نفس الشيء لازم احط هون ولازم احط هون. واحنا دبليو اصلا مفترضينها كونستنت، بتحب تحط بار على الدبليو بتقدر، بس احنا هون من البدايه فرضنا انه دبليو كونستنت، يعني انا كاني حاطط هون على فكره انبوب على ارتفاع معين، التانك دائما ارتفاعه على هذا الارتفاع، اي فلو بدخل من هون ايش بيطلع مباشره؟ خلص كانه التانك بفيد وبيطلع الزائد اللي موجود هون. اذا راح تصير عندي المعادله هذه هي دبليو سي تي بار بتساوي تي ان بار دبليو سي زائد كيو، اذا بقسم الكل على دبليو سي بصير عندي تي ان تي تساوي تي بار زائد كيو بار على دبليو سي، وهاي هي المعادله اللي بقدر اطلع منها ستيدي ستيت. هاي المعادله ما راح تقدر تحكي لي ترانزينت ريسبونس، وين بدي ارجع حتى اطلع ترانزينت ريسبونس؟ على الموديل، نرجع هون ستيت سبيس موديل او بطلع ديفرنشال ايكويشن. لكن هاي تقدر تقول لي، يعني مثلا تيجي بسال بقول لو انا ظلت كيو كونستانت وتغيرت تي ان من قيمه لقيمه جديده بعد فتره طويله جدا، شو راح يصير درجه حراره السائل؟ ماشي، واضح شو السؤال؟ يعني نفترض انا عندي هلا ماشي على كونديشنز معينه، تي ان لها قيمه معينه وتي بار لها قيمه معينه، اجت تغيرت تي ان من قيمه بدل ما تكون 100 درجه مئويه صارت 120 درجه مئويه، راح يبدا يصير في تغير، مش هيك؟ ايش راح يصير بدرجه الحراره هون؟ إذا هاي تغيرت من 100 ل 120 راح تزيد، مش هيك؟ كيف راح تزيد من القيمة تبعتها للقيمة الجديدة؟ هذا ما بيقدر يحكي لي. مين اللي بيحكي لي؟ هذا ايش سميناه؟ أو يعني بلغتنا هلا هون عم نحكي عن أي نوع من الموديل؟ دايناميك موديل اللي بعطيني ترانزنت ريسبونس وبعطيني ستيدي ستيت، وهذا ستاتيك موديل، بس ستاتيك موديل بس بقول لي وين راح يوصل القيمة النهائية تبعتها؟ إذا هاي ستاتيك ايكويشن، كأني عمالي بقول درجة حرارة الفلويد هي درجة حرارة الفلويد اللي داخل، وكأنه نضف له شيء، الشيء اللي نضف له هو سببه الهيت اللي جاي منه. اوكي ماشي، الكل فاهم هاي المعادلة كبداية؟